تشهد محطة المسافرين بولاية غالما تدهوراً كبيراً في هياكلها وانعداماً للأمن والتهيئة بكل أشكالها، ما خلق تذمراً كبيراً لدى المواطنين الذين طرحوا مشكلة الأمن بحدة. في الحقيقة هذه راه ماهيش محطة، يقولون احنا درنا لكم محطة، داروها لي بدا خدمة فيهم بعد ريبوها زادوا غبرها وقعدت. اليوم غدوة نديروا لكم سان تي في ما كان والو. طلبنا بوست بوليس ما داروناش، قالوا لك درك نديروا لكم بوست بوليس ما داروش. النظافة ما كانش، الضوء نجيو الصباح بكري الفواياجور نخلصوا فيه الظلمه نقربوا قدام الطوموبيل تاع الضو ونمسكوا على الناس. نطلبوا سان تي في يخدموا لنا سان تي في تكون مغطيه على الاقل على القايله على الناس حوايج ياسر مش غير وتكون منظمه. راهي ديما المشاكل لاغريسيون كذا خلينا من التاكسيير ها امشي كيف كيفك تشوفي فيها لا سان تي في ما كانش حتى هم وين يقاري وجيست ولا تكون على الاقل من الفوق يديروا لهم الكوفير على النو ولا على القايله. هذا نورمال مورم يخدموها راهي في سوق راس خدمه سان تي في بروبر الولايات كلها تخدموها بار الولايه ذي. رغم اهميه هذا المرفق الذي يعتبر شريانا يربط الولايه بمختلف البلديات والولايات المجاوره لها الا انه يعاني سوء التسيير. نطلبوا يعني من السلطات يعني تلتفت يعني النظر لهذه المحطه هذه وتنظف لنا يعني المحطه هذه تكون يعني تعطي منظر يعني للمواطن ولا واحد جا من الخارج ولا الولايه. السائقون ناشدوا اصحاب القرار بالولايه التدخل وتحسين وضعيه هذا المرفق الهام وترقيته للعمل في ظروف مريحه وملائمه.